بطولة الفنان محمد سعد، وحاليا ما تمش ظهور اي تفاصيل تخص المسلسل ده غير انه هيكون موجود معانا في رمضان 2024، ومن اخراج المخرج الكبير محمد سامي. والمسلسل رقم 16 هيكون مسلسل صدفة، مسلسل صدفة من بطولة الفنانة الكبيرة ريهام حجاج، وبتعود بعمل بطولي منفرد، وده طبعا بعد نجاح مسلسل جميلة اللي كان في رمضان 2023. والمسلسل 17 معانا وهو مسلسل صلة رحم من بطولة الفنان اياد نصار واسماء ابو اليزيد ويسرى اللوزي وابطال تانية كتير. المسلسل مظهرش ليه تفاصيل تانية غير انه هيكون موجود معانا. والمسلسل رقم 18 هو مسلسل صيد العقارب، والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي ومحمد عبد الله وابطال تانية كتير. والمسلسل قصته هتدور في اطار درامي تشويقي، وخلاص بدأ تصوير المسلسل بقالهم شهر وبيصوروا فيه حاليا، ومظهرش اي تفاصيل تانية عن قصة العمل. والمسلسل رقم 19 هو مسلسل عتبات البهجة، مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني وجمانة مراد وابطال تانية هيتم التعاقد معاهم خلال الفترة اللي جاية، ودي عودة جديدة للفنان يحيى الفخراني، وكمان هيكون مسلسل تحفة حرفيا هيتم عرضه في رمضان 2024. اما المسلسل رقم 20 هيكون مسلسل فراولة، مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وحاليا بيتم التعاقد مع فنانين تانيين عشان يشاركوا الفنانة نيللي كريم في احداث المسلسل، والمسلسل هيكون موجود في رمضان 2024 عادي جدا. والمسلسل رقم 21 هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، حرفيا المسلسل ده علق مع عدد كبير جدا من الناس وطلبوا بجزء ثاني، وخلاص استجاب فريق العمل وهيعملوا الجزء الثاني في رمضان 2024. مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة ومعظم ابطال الجزء الاول، والمسلسل هيكون موجود معانا في رمضان 2024. والمسلسل رقم 22 معانا وهيكون مسلسل مسار اجباري، والمسلسل من بطولة الفنان احمد داش وعصام عمر، والمسلسل ده هيكون من فئة المسلسلات ال 15 حلقة، وحاليا ما ظهرش اي تفاصيل تخص المسلسل. والمسلسل رقم 23 هيكون مسلسل نعمة الافوكاتو، المسلسل من بطولة الفنانة مي عمر، وتم الانتهاء من التصوير، وكمان نزل شخصية مي عمر من البوستر بتاعها واللي هو قدامك دلوقتي ده. والمسلسل الاخير معانا هيكون مسلسل المداح الجزء الرابع من بطولة الفنان حمادة هلال، وهيكون اخر جزء من سلسلة المداح، وفعليا بدأوا تصوير المسلسل وحاليا بيصوروا فيه، وحرفيا الجزء الرابع ده هيكون من اجمل الاجزاء اللي انت هتشوفها، وهيكون قوي جدا، وكالعادة هيتعرض على قناة MBC مصر. قائمتنا لسه مخلصتش، في جزء تاني منها هعمله لك في فيديو تاني. اتمنى يا رب ان الحلقة تكون عجبتكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.